اقرأ المخطط الزمني وتعرف مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمان من 3000 قبل الميلاد إلى 1450 ميلادية، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. في خلال هذا العصر بدأت الشعوب بالتواصل بعضها مع بعض من خلال الصور والرسوم كما في الكتابات الهيروغليفية، ثم بواسطة الأحرف والأرقام في مرحلة لاحقة سجلت الشعوب من خلال تلك الكتابات الكثير من المعلومات حول الاتفاقات المبرمة. تشكل هذه المستندات عنصرا أساسيا لفهم التاريخ. إن الكثير من هذه المستندات متوفرة على شبكة الإنترنت، وتجدون بعضها على موقع بنك المعرفة المصري. من عام 1450 إلى 1840، عصر الثورة الميكانيكية، تمكنت الشعوب في خلال هذه الفترة من تسجيل كم وافر جدا من المعلومات، وقد شكل ذلك دافعا لإيجاد وسائل مبتكرة لتسجيل المزيد من المعلومات ومشاركتها. وهنا بدأت الثورة التكنولوجية، وشهدت تلك الفترة نشأة تكنولوجيا الكتب. كذلك تميزت تلك الفترة ببدء استخدام آلة باسكالين، وهي النسخة الأولى من الآلة الحاسبة، في عام 1840 إلى 1940، عصر الثورة الكهربية الميكانيكية. شكلت تلك الفترة انطلاقة مرحلة وسائل التواصل التي نعرفها اليوم. استخدمت الكهرباء للمرة الأولى في تلك الفترة، وقد نتج ذلك نشأة اختراعات جديدة كالهاتف. شهدت تلك الفترة اختراع جهاز الكمبيوتر الرقمي الأول، وقد بلغ ارتفاعه 8 أقدام وطوله 50 قدم وعرضه قدمين، في حين وصل وزنه إلى 50 طن. في عام 1940 إلى الوقت الحاضر، عصر الثورة الإلكترونية أو ما يعرف بعصر الثورة المعلوماتية، التي شهدت ظهور اختراعات وإنجازات بسرعة مذهلة. ونذكر من بين الإنجازات الأساسية في تلك المرحلة اختراع أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلى جانب الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع. ومن شأن هذه الاختراعات مساعدتنا على تحديد مواقع الأشياء والتواصل مع أشخاص آخرين حول العالم كله بشكل فوري من خلال استعمال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.